لأسيوط، واضح ان في ازمه بين المحافظ والصحفيين هناك، وده بعد البيان اللي اصدره المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط، واللي قال في حاجه غريبه جدا، منع فيه الصحفيين والنواب والمواطنين من الدخول لمبنى المحافظه بالموبايلات او الاجهزه الالكترونيه، التاب او اللابتوب والحاجات اللي بهذا الشكل. واضح ان محافظه اسيوط اصبحت منطقه عسكريه ممنوع الاقتراب منها او التصوير. المحافظ بيقول ان الموضوع ده تنفيذا لتعليمات الجهات السياديه ومجلس الوزراء حسب قوله. طبعا الصحفيين رفضوا هذا البيان، وحصل اتصال بين نقيب الصحفيين الاستاذ عبد المحسن سلامه وبين المحافظ، والحقيقه الموضوع لغايه دلوقتي ما اتحلش. معايا على التليفون الاستاذ وائل سمير مدير مكتب الاهرام باسيوط. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير يا استاذ سامي. الله يخليك. ايه الحكايه؟ في ايه؟ هو المحافظه تحولت الى منطقه عسكريه، سكنه عسكريه؟ والله يا فندم هو قرار غريب. فوجئنا بالمهندس ياسر الدسوقي من اربع ايام باصدار قرار بمنع دخول الهواتف المحموله والكاميرات واجهزه اللابتوب والاجهزه الالكترونيه. يا ريت معلش يا استاذ وائل اطلبوا لنا كده سياده المحافظ، وكمان يا ريت ندخل النائب جمال عباس عضو مجلس النواب عن محافظه اسيوط، هو معانا على الهاتف. مساء الخير يا استاذ جمال، معلش يعني نتكلم كلنا. ازاي حضرتك يا فندم؟ منورنا في 90 دقيقه. نسمع بس راي الاستاذ وائل سمير وعايز تعليق من سيادتك عليه، والساده في الكنترول ارجو ان نجيب المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط على الهاتف. اتفضل استاذ وائل. اتفاجئنا بقرار غريب بمنع دخول الاجهزه المحمول والكاميرات واللابتوب. فطبعا كعادتنا كصحفيين ان احنا بنتخرج دقه وبنرجع للمصدر نعرف ايه سبب القرار او ايه المشكله او ايه سبب الامر يعني. نعم. فاتفاجئنا السيد المحافظ قال ده قرار من جهه سياديه ودي اجراءات امنيه بحته. ففي بدايه الامر احترمنا الامر طبعا، واحنا بنقدر كلنا عارفين ظروف الدوله وبنقدر ما يحدث في المحافظه، ولكننا فوجئنا ان الامر لا يخص الدوله. بعد ما مصادر في مجلس الوزراء اعلنت ان القرار لا يشمل جميع المحافظات وان القرار يخص الصناعات الخاصه فقط. كذلك الامر وزير التنميه المحليه اعلن ان المحافظه هي القرار وان هم غير مسؤولين تماما عن القرار الخاص بمنع دخول الاجهزه الالكترونيه. استاذ سامر المشكله مش فينا احنا كصحفيين، طبعا حضرتك تعلم جيدا ان ادوات الصحفي حاليا ما اصبحتش القلم، ادوات الصحفي اصبحت التاب واللابتوب والايباد والحاجات دي. وعايز تعزل الدوله وعايز تعزل العالم، اعزلوا عن الادوات دي اللابتوب والنت والتكنولوجيا. ايوه المشكله طبعا اللي بدات تظهر ان الموضوع ما شملش الصحفيين، الموضوع شمل النواب كذلك الامر بعضهم والمواطنين ايضا. والمواطنين طب هل في خزانه مثلا عاملينها للتليفونات علشان ولا اي حاجه يا فندم؟ طب بيحطوا فين الحاجه يعني؟ بنتكلم فيها الحاجات بتجمع في كرتونه داخل يعني حاجه مسيئه جدا وحاجه بدون ترتيبات وقرار عشوائي. المشكله يا استاذ سامر اللي بدات تظهر اليومين اللي فاتوا ان مبنى الديوان العام ليس مكتب المحافظ فقط، مكتب الديوان العام يضم اكثر من 20 اداره ما بين مجمع خدمات الاستثمار في الصعيد. محافظه يا بيه، محافظه كامله يعني بعيدا عن تفصلها لي يعني. وبيتردد عليه عشرات المواطنين ان لم يكن مئات المواطنين يوميا. حدث تكدس على مدار الايام الماضيه بعد رفض المواطنين تسليم موبايلاتهم، والمصيبه الاكبر من كده يا فندم ان المواطن بينزل من الدور السابع للدور الاول عشان يستكمل بيانات من خلال التليفون المحمول ويرجع تاني للدور السابع يكمل، فمعاناه حقيقيه ومحدش عارف ايه الهدف من القرار. طيب خلينا ندخل النائب جمال عباس عضو مجلس النواب عن اسيوط، ايه راي سيادتك، تعليقك ايه على قرار السيد المحافظ بمنع كل يعني بدخولنا في العصر الجاهلي مره اخرى يعني؟ اهلا وسهلا بسيادتك تامر بيه والساده المشاهدين. اهلا بك اخوه واخوه في اسيوط جميعا. انا بصراحه يعني انا زي اي مواطن في اسيوط انا ذهلت وحصل لي صدمه من هذا القرار. زي احنا في هذا العصر اللي هو عصر التكنولوجيا وعصر التقدم نرجع تاني لعصور الجاهليه؟ ازاي احنا يبقى عندنا وسائل اتصال حديثه ووسائل وحريه تداول معلومات، وازاي ان احنا فجاه كده وبدون تمهيد لهذا القرار يحصل هذا القرار؟ انا في الحقيقه يعني زي اي مواطن في اسيوط
وبما اني النائب يمثل مركز اسيوط ومثل الامه جميعا، انا اعترضت اعتراض صريح على هذا القرار. واذا كان هذا القرار جاي من جهه سياديه فاهلا وسهلا، اذا كان في مبررات امنيه او حاجات تخص الامن، احنا اولا احنا كشعب اسيوط بنحترم جدا قادتنا ونحترم جدا اذا كان في اي شيء يخص او يمس السياده او يمس الامن في داخل ديوان محافظه اسيوط، فيا ريت كنا حتى على الاقل نعرف ايه القصه، او اذا كان في قرار موجود كنا نعرف. احنا كنواب حتى لم نعرض علينا هذا القرار. طب هو بيقول ايه؟ هو بيقول ايه؟ يعني المحافظ بيقول ايه؟ انا استاذنك تامر بيه، انا يمكن قبل ما اتصل بسيادتك كان السيد المحافظ معي في اتصال تليفوني، فانا بقول له ازاي مثلا الوسيله، ناخد شريحه زي شريحه الصحفيين، هو ماليش اي وسيله الا اللاب والتليفون والكاميرا. طب هو راجل انا جاي اغطي حدث او جاي اشوف الديوان في ايه والمحافظه في ايه؟ هجيب معايا ايه الحاف؟ انا لازم اغطيه بالحاجات دي طبعا. طبعا اعمل ايه؟ طبعا طبعا انا اولا يعني انا مش اعتراض على صفه على وخلاص، لا احنا بنعترض. طب لو انت جيت داخل ديوان المحافظه سياده النائب وقالوا لك هات التليفون هتسيبه؟ لا مش هدخل الديوان. لو حصل انك دخلت الديوان وقالوا لو حصل وقال لي هات التليفون مش هدخل الديوان، لا اما التليفون يبقى معايا لا اما مش هدخل الديوان. يعني هو معروف ان الـ 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 الاماكن اللي زي مثلا وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، الامن الوطني، المخابرات، رئاسه الجمهوريه، هذه الاماكن اللي ممكن يمنع منها الشخص انه يخش بتليفون علشان ما يصورش حاجه. والله يا تامر بيه، والله وقسما بالله دخلنا الامن الوطني ودخلنا كل الاماكن بحضرتك بتليفوناتنا، ما في اي حد اعترضنا بتليفوناتنا ابدا. لكن انا بقول السيد المحافظ اذا كان هذا الموضوع في حاجات امنيه، احنا مش بنعترض وخلاص، لكن ما فيش طبيعه داعي ان احنا نعمل هذا. لا بس هو قال ان دي اوامر سياديه، هي لو مفيش اوامر سياديه وهو قال كلام كده دي تبقى مصيبه بقى. ماشي ورينا الاوامر، يعني احنا كنواب من حقنا نعرف، يعني كان على الاقل يدينا تمهيد لان هي قرار سياسي. نعم يا استاذ وائل، اتفضل يا استاذ وائل. تامر بيه، كان في امبارح صدر يعني تصريح كان على اليوم السابع من مصدر داخل مجلس الوزراء اكد ان القرار الصادر يخص الاجتماعات المغلقه فقط، وده احنا بنحترمه. احنا ما فيش مشكله، احنا نحترم السيد المحافظ ان احنا مكتبه. لا طبعا، ما انت من حقه انه في الاجتماع المغلق وفي سر حاجات تخص المحافظ نفسه، لكن مبنى المحافظه يعني ايه ما خشوش بتليفون يعني. الحاجه الاهم بقى يا تامر بيه في الموضوع ان احنا كصحفيين بنمثل مؤسسات مختلفه وبنمثل الشعب الاسيوطي، احنا اخذنا قرار جماعي وعددنا 21 صحفي نقابي واكثر من 24 مراسل واعلامي بالامتناع عن دخول الديوان العام، احنا مكاننا في الشارع وبغير احتياج للديوان العام. معلش عفوا يا استاذ وائل، انا لا اتحدث عن فقط ال 21 صحفي او عن ال 21 اعلامي او عن فئه بعينها من المواطنين، انا بتكلم عن المواطن اللي داخل محافظته في اسيوط. يعني ايه يسيب تليفونه وهو طالع المبنى في حين ان مفيش اصلا مكان مجهز لان هو يحط تليفونه فيه زي خزانه او دولاب او لوكر او اي حاجه؟ ونمره في الدستور ممنوع، يعني مش من حق اي جهه انها تصادر الهاتف الخاص بيه او تطلع على ما بيدخله. لا هي اكيد مش هتطلع، يعني اكيد بياخدوه بيشيلوه ودلوقتي بقى فيه لوك، يعني مش هي فكره السريه، هي يعني فكره إن مفيش قدسيه المكان. يعني المحافظه ما جهزتش الوسائل اللي تحفظ بيها الهاتف بتاعه. عموما احنا حاولنا نتصل بالسيد المهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط لكن هو ما ردش على التليفون. استاذ وائل سمير مدير مكتب الاهرام باسيوط، النائب جمال عباس عضو مجلس النواب محافظة أسيوط، بشكر حضراتكم. والمحافظ ثانية واحدة، سيادة المحافظ معانا أهو. يا باشمهندس مساء الخير يا فندم. المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط معانا على الهواء. سيادة المحافظ مساء الخير. أهلا بسيادتك يا فندم. ترددت أخبار إن معاليك جالك أوامر من جهات سيادية بمنع دخول المحمول، اللابتوب، الآيباد، التاب إلى مبنى المحافظة، مما أدى إلى مشكلة مع السادة الإعلامية. أنا التليفون متحولين ما أعرفش اسمي معايا. إحنا فندم برنامج 90 دقيقة. أهلاً بيك. أهلاً بسيادتك يا فندم، حضرتك على الهوا. أهلاً وسهلاً. أهلاً بسيادتك يا فندم، أنا اسمي تامر عبد المنعم. أهلاً بيك. أهلاً بسيادتك يا فندم.
هل سيادتك فعلا منعت التليفونات ومنعت اللابتوب والحاجات دي انها تدخل مبنى المحافظه؟ هو مش اللابتوب حضرتك، هو هو انا بتكلم على الهواتف الذكيه والتابلتس اللي هي فيها سيجنال 4G او 3G. ليه يا فندم؟ بمنتهى البساطه هو موضوع تامين، هو المطلوب تامين الاماكن اللي فيها قاعات مؤتمرات او قاعات اجتماعات، ومكتبي شخصيا ومكتب سكرتير العام وسكرتير المساعد. يعني حضرتك احنا معانا دلوقتي الاستاذ وائل سمير والنايب جمال عباس معانا على الهاتف حاليا، هم ما بيقولوش انه في مكتب سيادتك فقط او في مكتب سكرتير محافظه. حضرتك ما حضرتك انا هكمل لك الكلام. هو بالصدفه لحضرتك انا قلت انا عددت لك الاماكن، قاعات المؤتمرات او معنى صح اي قاعات اجتماعيه. وقاعات المؤتمرات ومجلس تنفيذي اللي هي جميع القاعات الموجوده بالاضافه لمكتبي ومكتب سكرتير العام وسكرتير المساعد. دول كلهم موجودين في منطقة واحدة اللي هو عبارة عن مبنى ثلاث أدوار في الديوان. في مبنى تاني ملحق في نفس الديوان 10 أدوار، ده مش ممنوع فيه الكلام ده خالص. طب ممكن يعني استفسر من سيادتك؟ بالمناسبة هو مش ممنوع دخول التليفونات اللي هي 2G، مفيش أي مانع فيها. ال4G بس هم اللي ممنوع. بالظبط. طب ممكن أعرف إيه السبب؟ ده تأمين يا فندم، إجراء تأميني بحت. يعني حضرتك اللي اتخذت هذا القرار من وجهه نظر سيادتك شايف ان ده اجراء تاميني ام ان ده قرار من جهه سياديه او امنيه؟ لا مش في تعميم يا فندم. لا بس هو وزاره الحكم المحلي قالت ان سياده المحافظ اللي هو سيادتك سيء قراره في هذا القرار، احنا مالناش علاقه، ده مش معمم على كافه المحافظات. لا يا فندم في تعميم مجلس الوزراء، انما مش من التنميه المحليه. من مجلس الوزراء. طب الاستاذ وائل، استاذ وائل سمير حضرتك سمعت سيادة المحافظ؟ تمام يا فندم، احنا ما فيش يعني كلام سيادة المحافظ، احنا اللي حصل على ارض الواقع او التطبيق الفعلي للامر هو منع دخول اجهزة اللابتوب او اي اجهزة الكترونية من بوابات الديوان العام، وده اللي تم. حتى كان من يومين يا فندم كان في حفل داخل بوابات ولا قاعات؟ سيادة المحافظ بيقول القاعات ومبنى ثلاث ادوار. يا فندم هو المبنى عبارة عن ثلاث ادوار، هو يعرفه كويس قوي استاذ وائل سمير، ان هو بيجي كتير جدا المبنى ده، هو عارف كويس قوي هو فين المبنى. هو القاعه المبنى الديوان كله بالكامل عامل زي حرف ال لحضرتك، حرف ال الجزء التحتاني اللي هو ثلاث ادوار اللي هو المبنى يعتبر افقي نسبيا، ومبنى ثاني راسي 10 ادوار. المبنى الثلاث ادوار ده هو اللي انا فيه جميع هذه القاعات، وبالاضافه ليهم مكتبي مكتب السكرتير العام مكتب السكرتير المساعد في بعض المكاتب الثانيه، وبالصدفه فيها مركز الاعلام. طيب سياده النايب جمال عباس عندك اي تعليق؟ والله انا زي ما قلت لحضرتك، انا على المستوى الشخصي انت عارف انا بحترم السيد المحافظ وبقدره، لكن اذا كان في زي ما قلت لسيادتك اذا كانت في تعليمات واوامر سياديه وفي حاجات. لا هو قال ان ما فيش تعليمات سياديه، هو قال ان ده قرار من مجلس الوزراء. كان برضو انا مع احترامي الشديد لمعالي المحافظ كنت اتمنى ان يعمل تمهيد لهذا القرار ويقول للناس الكلام ده كله، ده ان الموضوع ده جاء من مجلس الوزراء على اساس ان كل واحد على الاقل الناس بدل ما هفلوم ليله كده لا ممنوع تخش بالتليفون، كانت الناس على الاقل. وانا قلت للسيد المحافظ الكلام ده برضه، السيد المحافظ يعني لسه كان معاك شويه من التليفون، قلنا له كنا عايزين نعمل تمهيد للناس وعلى الاقل كان كل الناس دي تعرف ان الموضوع يخاص فيه سواء امنيه ليه، وكان الموضوع تتفهم الناس هذه القصه بدل ما القيل والقال والحاجات اللي حصلت عندنا في اسيوط والناس اللي زعلانه. هو فرصه جيده يا فندم، فرصه جيده دلوقتي يا استاذ جمال لو سمحت، لو تسمح لي، فرصه جيده على ما اسمع للساده المشاهدين كلهم في حضور حضرتك واستاذ تامر والاستاذ وائل سمير معنا على الخط. الوضع دلوقتي خلينا نقول طب ايه هو اللي عامل مشكله؟ يعني هل في مشكله الناس اللي جايه الديوان اللي جايه لقاعات اجتماعات او مؤتمر او مجلس تنفيذي او مكتب المحافظ ايه هو الاحتياج الفعلي للتليفون بتاعه؟ انا بتكلم على الهواتف الذكيه فقط، ها بس بتكلم في العموم، ايه الاحتياج للتليفون؟ يعني ايه المشكله اللي حصلت له؟ هل هو لن يؤدي عمله اللي جاي ليه لو لم يتم استخدام التليفون في الوقت ده؟ حد عنده الصحفيين يا معلم ايه يا استاذ وائل؟ فيما يخص الصحفيين حضرتك في بعض الزملاء فيما يخص الصحفيين تمام منعوهم بالفعل من دخول الديوان العام باجهزه اللابتوب الخاص بيها وهم اثناء. لا يا فندم بالنسبه للصحفيين حضرتك المركز الاعلامي
هيتم تغيير مكانه، هيبقى في المبنى الرئيسي اللي هو العشرة ادوار، وعلى فكره المبنيين ملحقين ببعض بس مفيش قاعات اجتماعات في المباني في المبنى الرئيسي، ويبقى في نفس المستوى الطابق الثاني او الثالث مثيل للمركز العام حاليا اللي هو في الطابق الثاني. هو بوابات وفي بوابات. سياده المحافظ، سياده المحافظ بعد اذن سيادتك، هل المخاوف اللي لدى حضرتك من دخول اجهزه 4G لتصوير شيء لارسال شيء ام لتفجير شيء؟ يعني ال 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 لا دي مش بتاعتي يا فندم، انا مش فني في هذا الامر. انا يعني ممكن حاجات زي دي ممكن يكون في ناس متخصصه فيها، انا مش فني في هذا الامر. طب امال ليه الفور جي مش 2G لو حضرتك مش فني في هذا الامر؟ لا ال2G ما فيهوش انترنت حضرتك، ال2G ما فيهوش انترنت. ايوه يعني التخوف من ايه في الانترنت؟ هو ده السؤال. وانا بقول حك انا مش فني في الموضوع ده. نعم يعني الموضوع ده مش بتاعي انا مش شخص فني، انا راجل مسؤول عن مكانه بس. حضرتك مسؤول عن مكانه بس. سيادة المحافظ المهندس ياسر، لا عشان بس نوضح بس القصة اللي اقصده، احنا في الاخر يعني في ناس فنيين اكتر مني ومن حضرتك وممكن يفهموا في الحاجات دي، ناس يعني في بس يا فندم انا عايز اقول لسيادتك ان التو جي في نت، انا بس بقول لحضرتك بس هو بطيء شوية عن الثري جي وعن الفور جي. يمكن دي المعلومة اللي عندي. يعني أول ما دخلنا في جي يبقى احنا في النت، التاني بقى مش فيه. خليني أقول لك، هو الموضوع مش موضوع تسجيل ولا تصوير ولا حاجة من دي خالص. ما الموضوع إيه يا فندم؟ مش عارف ليه حضرتك واخد يعني لا هو الموضوع في إيه؟ يعني المشكلة في إيه إن الناس تخش بالموبايل؟ هو بس هو ده المسألة. لو حضرتك تعرف إن أي حاجة بيحصل في الدنيا النهاردة، حروب الجيل الرابع هي عبارة عن هو أنت بتبقى مرصود من خلال محمول، ده مش عيب، ده لا يعيب الشخص نفسه حامل الجهاز. أيه. جهات اخرى ممكن تكون بترصد اماكن عن طريق هذه الاجهزه بالطبع، وممكن يرصدوا هذه الحاجات من الموظفين اللي في مكتب سيادتك او من تليفون سيادتك نفسه. صحيح صحيح. ايوه يعني مش شرط يكون ما أنا نفسي، ولا ما انا نفسي مش مدخل تليفوني مكتبي عموما. يعني الخلاف لا يفسد للود قضية. المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، بشكر سيادتك. الأستاذ وائل سمير، بشكر حضرتك. النائب جمال عباس، بشكر سيادتك على هذه المداخلة اللي طولت الحقيقة.